بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا موديول أور ميدل إكزام نمبر 5 أو النموذج الخامس من كتاب أميزنج لمواصفات الورقة الامتحانية للامتحان الورقي لنصف العام 2022. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لـ question number 1، choose the two correct answers of the 5 options given، يعني هنختار إجابتين من بين 5 إجابات. number 1، he took part in a show in which the competitors tried to survive in an isolated oasis. the synonyms of the word isolated، يعني synonym يعني مرادف isolated معزول، المرادف لها near قريب، ولا violent يعني عنيف، ولا عندنا smart يعني ذكي، ولا distant يعني مسافة، طبعا يعني مسافة بعيد، isolated منطقة معزولة يبقى distant مسافة، أو remote يعني أيضا بعيد. the show اللي هو العرض interviews famous people، يعني عرض أو أظهر ناس مشاهير. the antonym of the word famous، يعني عكس كلمة famous، طبعا famous مشهور، عكسها infamous. infamous يعني غير مشهور، طبعا famous infamous. known معروف، well known معروف جدا. ignorant يعني جاهل، ignorant، ولا unknown، طبعا هنا unknown يعني غير معروف، unknown. while but you choose the correct answer from A, B, C or D. while online you must make sure that the website you visit is space and safe. وانت على الاونلاين لابد تتأكد ان الويب سايت بتاعك اللي بتزوره is reliable، يعني موثوق منه، reliable يعني موثوق، we safe امن، لكن هنا connected متصل، hacked محقر، corrupted فاسد. A space is a person who commits a crime، طبعا الشخص اللي بيرتكب جريمة بنسميه criminal، criminal يعني مجرم، لكن طبعا person اللي هو السجن. Industry is one of the main human activities that is space pollution in the world، بتزيد طبعا الindustry من الأنشطة البشرية الرئيسية، that decrease بتقلل التلوث pollution، ولا reduce تقلل، ولا increase تزيد، ولا stop pollution in the world يعني stop يعني بتوقف، طبعا هنا increase بتزيد التلوث في العالم. she space out after eating fast food، طبعا هنا هي مررت لما أكلت الكثير من الفاست فود اللي هو الطعام الفاست السريع، طبعا هنا she felt أو she went ill، went ولا fell امتلأت، ولا fell وقعت، ولا fall سقطت، طبعا fall الماضي منها fell يعني راحت أو مررت، طبعا هنا she fell ill، fell after eating fast food، طبعا هنا she fell ill، المفروض ان هي felt ill، felt يعني شعرت بالمرض، after eating هي felt F-E-L-T، طبعا المفروض هنا she felt ill يعني شعرت بالمرض. put the gun يعني ضع البندقية at once، it isn't funny يعني ده مش مرح. put the gun down يعني ضعها down يعني ضعها أسفل. it isn't funny يعني ده مش متعة، طبعا put down يعني اخفض البندقية، هنا مقصود بها اخفض البندقية، ده مش متعة. you aren't space after all these years of absence، طبعا انت you aren't recognize يعني لا يتعرف عليه، ولا recognizable، ولا recognition، ولا recognize، طبعا recognize ده الverb، احنا عايزين هنا ال عايزين الادجكتيف يو ارنت، يبقى يو ارنت ايه مع غير معروف او غير واضح المعالم. يو ارنت ريكوجنيزابل، يو ارنت ريكوجنيزابل طبعا كادجكتيف صفه يعني غير مميز او متعارف عليه. هاو لونج اجو سبيس بيلت، طبعا في اجو يبقى في ديد يور هاوس، بس المنزل مش هيبني نفسه، يبقى معنى جمله باسيف، فالباسيف من الماضي ووز اوير والتصريف الثالث، يبقى هاو لونج اجو was your house built، was your house built يعني هنا الجملة باسف. why space busy at the weekends، why you do ولا do you do
why do you busy ولا why you why are you busy. طبعا هنا why are you لأن عندنا are فعل أساسي للجملة، يبقى why are you busy. Nothing like this has ever to me or happened to me. طبعا هنا no الجملة اللي بتبدأ ب nothing يبقى فيها ever. Have ever happened to me as a teacher يعني كأكون معلم. As a teacher I think this class أعتقد أن الفصل ده أو awesome يعني جميل أو جذاب. And deserves rewards ويستحق rewards اللي هي المنح أو المكافآت. As a teacher I think this class is لأن الكلاس مفرد أو اسمه مفرد يبقى is awesome. My son عمر ابن عمر 9 years next month. طبعا will ليه؟ لأن التعبير عن الفاكتس بنعبر عن الحقائق بwill. will be أو will tell يعني يبلغ من العمر. Is this exercise every day is healthy. طبعا هنا عايزين النون doing exercises. doing يعني ممارسة فالverb plus ing هنا حل محل الفعل أصبح اسم الفعل يبقى doing exercises. We had a very nice dinner. The meat was specially good. طبعا هنا we had a very nice dinner يعني تناولنا وجبة. nice يعني لطيفة. طبعا الكلمة meet uncountable noun يعني اسم غير معدود، والأسماء الغير معدودة تعامل يعني لا تسبق بإيه أو أن أو ذا. ولكن هنا أنا بعمل عملية تخصيص في الجملة يبقى the meat was specially good. أنا بتكلم عن we had a very nice dinner. The meat اللحمة كانت كذا، يبقى أنا فيها هنا تخصيص. ولكن لو أنا بتكلم عن اللحمة عموما كاسم غير معدود لا تسبق بأداة تعريف. She's busy, easy going and nice. Everybody likes her. She is always easy going. She is always يعني هي دائما. She is always عارفين الكلمات الدالة على present simple بتسبق الفعل الأساسي وتأتي بعد am و is و a و are. بالنسبة عندنا لي سؤال الـ passage القطعة. Read the following passage then answer the questions. Chess had always been the domain of males. طبعا الشطرنج دائما مسيطر عليه الذكور. However, the male domination and سيطرة الرجال of this game على هذه اللعبة experienced a shock when three Hungarian sisters يعني ثلاث بنات أو ثلاث أخوات moved into the front line of the of world class players يعني انتقلوا لworld class players للعبة. At the age of 15 في عمر 15 the youngest girl البنت الصغرى judged achieved the rank of grandmaster يعني رأسي grandmaster against male competition ضد مسابقة الرجال. Replacing Poppy Fisher as the youngest person in chess ومواجهة لأصغر لاعب in chess في الشطرنج في اللعبة history to have won his this honor إن تفوز بهذا الشرف. Although Susan or Susan was the eldest بالرغم إن Susan was the eldest يعني كانت الأكبر سنًا she ranked as the number two after Judith يعني صنفت رقم ثاني بعد Judith اللي هي البنت الصغرى who came number one اللي جت في المركز الأول. Though according to their father يعني وفقا لوالدهم Sophia was the most Sophia دي كانت الأفضل. Talented of the three يعني كانت أذكى الثلاثة. She came sixth يعني جت في المركز السادس يعني كانت أشطرهم ولكنها احتلت المركز السادس. The achievement of the three sisters يعني إنجازات الثلاث أخوات was a result of a planned educational program يعني كان نتيجة لبرنامج تعليمي مدرب. A psychologist held a theory that geniuses يعني علماء النفس عقدوا نظرية عن العباقرة are made وقاموا not born أن العباقرة يصنعوا ولا يولدوا. And that early training and specialization were the key ولكن التدريب والتخصص ده هو مفتاح النجاح. He set out to prove this theory يعني بعد يثبت أو يبرن هذه النظرية and determined ويقرر that his children إن أولاد أطفاله would focus on chess يعني هيركزوا في لعبة الشطرنج.
Each of the girls يعني كل من واحدة من هؤلاء الجيرلز began learning the game بدأت تلعب اللعبة at 4 وهي عمرها 4 سنوات and eventually وفي النهاية their daily training يعني تدريباتهم اليومية included 5 hours or more a day of playing time كانت بتتدرب من 5 إلى يوم كامل في اللعبة. Physical training was also included يعني التدريب البدني أيضا اشتمل in the schedule for diversion and in order to build endurance for exhausting matches طبعا يعني تحملهم للمباريات المرهقة. The sisters never attend school البنات عمرهم ما راحوا المدرسة having been to third entirely at home يعني تعلموا كلية في المنزل by their parents بواسطة الوالدين through their mother من خلال والدتهم كلارا who taught several languages اللي كانت بتدرس أو بتدرس لغات مختلفة and their international travels وسفرياتها العالمية the three learned English اتعلموا إنجليزي روسيان Spanish يعني إسباني and German ألماني the best title of the passages يعني أفضل عنوان للباسج chess is a popular game chess دي لعبة مشهورة chess is played only by men يعني بيلعبها الرجال فقط women put an end to the men's chess domination الجيرلز البنات أو الومن النساء وضعت نهاية لسيطرة الرجال على لعبة التشيس. The achievement of the three sisters is based men who dominated the chess. طبعا إنجاز البنات أو إنجازهم في الثلاث بنات عمل إيه بالنسبة لسيطرة الرجال على اللعبة؟ Relaxed يعني يسترخي comforted يستريح surprised يعني أدهش attracted يعني جذب من جذب الرجال للعبة طبعا هنا surprised يعني هو أدهشهم لأنه ما كانش متوقع إن البنات تلعب هذه اللعبة فده surprised the word daily يعني كلمة daily يوميا in the second paragraph means طبعا daily means every day daily يعني يومي معناه every day كل يوم طبعا هنا every day لتر إيه ولكن every day دي يومي daily يعني يومي و every day كل دي معناها كل يوم يومي أما daily معناها كل يوم every day كل يوم لكن daily يومي أو بشكل يومي وطبعا دي بيجي وراء adjective يعني هي بتصبح adjective بيجي وراء اسم نون space was the youngest person طبعا أصغر بنت فيهم كانت ايه to achieve the grandmaster in the chess history طبعا هنا جدري كانت أصغر بنت أنجزت في اللعبة space are the two main keys to make a genius person يعني حاجتين بيجعلوا الشخص عبقري doing exercise and sleep طبعا خطأ training and healthy diet خطأ early training and specialization اللي هو التدريب المبكر و specialization اللي هو التخصص طبعا هي فعلا هي training اللي هو specialization ولكن early specialization and healthy food early specialization and healthy food الطعام الصحي طبعا هو ذكرها في القطعة نرجع تاني كده طبعا هنا the early training and specialization were the key المفتاح وطبعا هنا letter C Early training and specialization are the two main keys. بعد كده the three sisters التلات اخوات learned space by their mother اتعلموا من مامتهم طبعا foreign language اتعلموا اللغات لان مامتهم كانت بتتقن اللغات فتعلموا اللغات physical training necessary to التدريب الفيزيكال اللي هو البدني طبعا necessary to purify your mental abilities ينقي قدراته العقلية stay fit during exhausting matches stay fit يعني يبقى لائق بدنيا خلال المباراة clarify your weakness بيوضح ضعفك keep balanced diet بيحتفظ بوجبات أو غذاء متوازن طبعا هنا stay fit يعني يظل لائق بدنيا the second paragraph deals with second paragraph الباراجراف الثاني deals with يعني بيتعامل مع
why the three sisters chose chess. why the three طبعا three خطأ هي three. how the three sisters طبعا خطأ هي three. how the three sisters succeeded طبعا هي فعلا. how the three sisters succeeded. عندنا بالنسبة the underline word tutored طبعا يتعلم means learned طبعا tutored يعني يتعلم means learned learned took educated طبعا هنا educated يعني تعلمه at home أو educated يعني تعلم يبقى كده tutored يعني educated. the underlined word international underlined word international يعني كلمة international is the opposite of طبعا international عالمي عكسها global يعني كوني طبعا global كوني. ولا عندنا national طبعا هنا national يعني قومي. بالنسبة لtranslation translate into Arabic true friendship is a treasure that many don't get. a true friend supports his friend in ease and hardship. he loves him or her without aim or interest. طبعا هنا true friendship يعني friendship اللي هي الصداقة الصداقة الحقيقية is a treasure يعني هي كنز that many don't get لا يحصل عليه الكثيرون. a true friend الصديق الحق supports بيدعم his friend صديقه in ease يعني في اليسر and hardship والعسر عسر يعني الشدة. he loves him فهو يحبه كثيرا فهو يحبه or her أو يحبها without aim بدون غرض or بدون طبعا هنا غرض أو هدف يعني اللي هو aim أو عندنا هنا interest اللي هي مصلحة. مرة تانية friendship true friendship الصداقة الحقيقية is a treasure يعني هي كنز that many don't get لا يحصل عليه الكثيرون. a true friend الصديق الحق supports يدعم his friend صديقه in ease في اليسر and hardship والعسر. he loves أو في الشدة يعني he loves him فهو يحبه أو يحبها بدون هدف أو أو مصلحة. بالنسبة لtranslate into English لا يمكن أن ننكر دور المرأة في المجتمع فهي تشارك الرجل في معظم أعماله كما أن المسؤول الأول عن تربية الأولاد ورعايتهم. مرة تانية لا يمكن يبقى we can't deny the role of women in society في المجتمع as they participate فهم يشاركون with men الرجال and most of their في معظم their work عملهم and are primarily responsible هم مسؤولون المسؤول الأول طبعا primary يعني أولا primarily يعني بي responsible المسؤول الأول for raising أو bringing up ممكن أو raising أو bringing up and caring ورعاية for children الأطفال. تعالوا مع بعض نشوف عندنا الأسي. It writes an essay of about 150 words on the following topic. Teamwork is the way to success, to existence. To what extent do you agree with this sentence? إلى أي مدى نتفق مع هذه الجملة؟ طبعا مع بعض نشوف طبعا موجود عندنا على القناة ممكن نتصفح الباراجرافز اللي بتكلم عن teamwork is the way to success يعني ممكن نتكلم عن الرياضة هنا وعن دورها وعن التعاون فيها. وتعالوا مع بعض نشوف الترانزليشن. الصداقة الحقيقية هي كنز لا يحصل عليه الكثير أو الكثيرون يعني الصديق الحقيقي يدعم صديقه في اليسر والشدة طبعا المفهوم يدعم والشدة يحبه أو يحبها بدون هدف فهو يحبه أو يحبها بدون هدف فهو يحبه أو يحبها بدون هدف أو مصلحة. بالنسبة لترانزليت into English we can't deny the role of women in society as they participate with men in most of their work and are primarily responsible for raising and caring for children. care for يعني يعتنوا بي children الأطفال.
ومن هنا وصلنا لنهاية طبعا exam number 5 من مواصفات الورقة الامتحانية أو امتحان مطابق للورقة الامتحانية بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي مع تمنية الجميع بالتفوق والنجاح. والسلام.